صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. عم نطلع عليكم بيوم جديد بفقرات متنوعة من دمشق والمحافظات السورية لنلامس همومكم وحياتكم اليومية. اليوم في محطاتنا متنوعة ومتعددة، لكن بالبداية بنوجه تحيتنا لرجال الجيش العربي السوري. الله يحميكم يا شباب، أنتم عزنا وفخرنا ونصرنا. وقبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية بدي صبحها زميلتي نرمين. صباح الخير. صباح الخير نور. شو الشعرات الحلوين؟ حلوين. عدفها هيك نقدر نرفع الشعرات شوي. صباح الخير نور ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يا رب هذا اليوم يحملكم تفاصيل الراحه النفسيه، ويا رب كل الابواب تكون مفتوحه امامكم. اليوم العطله حلو انه نقعد مع العيله او حتى نقعد مع حالنا ونخطط لبدايه اسبوع جديد. ان شاء الله يا رب اليوم فقراتنا وضيوفنا ينالوا اعجابكم، ورح نتعرف عليهم تباعا، ولكن رح نبدا هلا بالفاصل. نرمين اليوم 15 شباط عبر الزمن والسنين تسجلت كثير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة اليوم بالتقرير التالي. اليوم 15 شباط عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كثير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرتها اليوم. في عام 1794 فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر، وفي عام 1936 أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا، وكانت السيارة هي فولكس فاكن. وفي عام 1994 زلزال في جنوب سومطرة بأندونيسيا بقوة 7 على مقياس ريختر. وفي عام 2013 نيزك يمر فوق روسيا يتسبب بأمطار نيزكية أدت إلى إصابة أكثر من 1000 شخص وخراب في حوالي 4300 منزل، وهو أكبر نيزك مر على الأرض في خلال هذا القرن. من الشخصيات اللي سجل تاريخ 15 شباط على ولادتها عام 1564 غاليليو غاليلي، عالم رياضيات وفلكي إيطالي. وفي عام 1873 هانس فون شيلبلن، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929. وبمثل هذا اليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. عام 1959 أوين ريتشاردسون، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1928. وفي عام 1999 هنري كيندال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990. هي كانت أبرز أحداث اللي صارت بمثل هذا اليوم من 15 شباط. نهاركم سعيد. أخبار كثيرة حول العالم، في منا بيحمل شيء من الغرابة، خلينا نشوف شو هي أخبارنا بتقريرنا المنوع لليوم. بداية أخبارنا المنوعة لليوم من روسيا، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب حاصر فهد يعرف بفهد الشرق الأقصى في أعلى الشجرة، ويظهر الفهد على غصن شجرة فيما ينبح الكلب عليه. ويذكر أن فهد الشرق الأقصى يعتبر أحد أكثر أنواع القطط البرية المهددة بالانقراض في العالم.
وإلى اسكتلندا، فقد أثار هيكل عظمي لمخلوق غريب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعرفة ماهيته، حيث عثر مواطن في اسكتلندا على هيكل عظمي بعد أن قذفته مياه البحر بفعل العاصفة القوية سيلارا التي ضربت بريطانيا وأجزاء من أوروبا، وفي حين اعتقد البعض أن الهيكل يعود لحوت، أشار البعض مازحاً إلى أنه قد يكون وحش بحيرة نيس الشهير في اسكتلندا. وخبرنا التالي من مواقع التواصل. اجتاح تحد جديد الشبكات الاجتماعية بشكل واسع، حيث تظهر من خلاله مقاطع فيديو تقف فيه المكانس مستقيمة بمفردها دون أن تستند إلى شيء. ووفقاً لوكالة ناسا، فإن يوم الاثنين 10 شباط هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه الظاهرة بفضل قوة الجاذبية الأرضية التي تزداد نتيجة محاذاة الكواكب لبعضها مع اكتمال القمر في تلك الليلة. وخبرنا الأخير من الهند. تشتهر منطقة مالبار الهندية بالسناجب العملاقة التي تسكن على أشجارها، ويبلغ طول هذه السناجب 90 سنتيمتر، وهي من الحيوانات الخجولة جداً والتي من النادر أن تنزل على الأرض. تتميز هذه السناجب النادرة بلون فرائها الذي يتدرج بين الأسود والبني والبرتقالي. وفيما لا تعد هذه الحيوانات من الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أن التبدلات المناخية وانخفاض المساحات الخضراء ينعكسان سلباً على تكاثرها. نرمين محطتنا الأولى لليوم مع الرياضة وفريق مجتمعي رياضي سوري تأسس عام 2015. شعار الفريق اللي بيحمل اسم روح سوريا، أو اسم الفريق روح سوريا، وشعاره روح الحياة بتجمعنا. من هالشعار رح نبتدي مع ضيوفنا لليوم، علي إسبر قائد الفريق والمشرف الإداري للفريق روح سوريا لفرع دمشق وريفا، والكابتن هاشم خويدر. بدنا نقول لك يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الأخبارية. صباح الخير لكم، لكل متابعين الاخباريه السوريه، ويعطيكم الف عافيه يا رب. يسعد صباحكم يا شباب، واهلا وسهلا فيكم. رح نبدا معك علي ونحكي عن فكره انشاء الفريق، من وين اجت واهدافه. بدايه فريق روح سوريا هو فريق رياضي شبابي تاسس بال2015، هو كترخيص تابع للجنه العليا للانشطه الخارجيه للاتحاد العربي السوري للرياضه للجميع، الاتحاد الرياضي العام. الفريق كاسم اجى من شعار الفريق، شعار الفريق هو اللي مهد لنسميه بهذا الاسم روح سوريا، واللي هو روح الحياة بتجمعنا، لانه روح الحياة هي بتنبع من الشباب، من انشطتهم، من فعاليتهم، من حيويتهم. فنحن كشباب جامعي وكشباب رياضي وكشباب بنحب انه نحن نستكشف جمال بلدنا وطبيعة بلدنا، بيئة بلدنا المميزة. قررنا من خلال طبعا مشاركتنا مع فرق عديدة على مدار سنين قبل تأسيس الفريق، اجتنا هاي الفكرة من خلال طبعا بعد ما اقترحنا الشعار، اجتنا هاي الفكرة انه نحن نأسس فريق ما يكون فريق محدود بمحافظة أو مدينة، فريق يغطي سوريا كلياتها، فعلا يكون روح سوريا مانو مقتصر على محافظة أو محافظتين أو ثلاث محافظات. ومن هون نحن بلش الفريق من هالنقطة هاي. يمكن عم نشوف مع بعض مشاهد من نشاطاتكم وفعالياتكم على الشاشة. كابتن هاشم، خلينا نحكي عن هي النشاطات والفعاليات. والجميل مثل ما قال يمكن علي أنه أنتم مش فقط موجودين في دمشق، موجودين في المحافظات السورية، وهذا ما أخذ على بعض مثلا الجمعيات ولا بعض الفرق بيكون مثلا المركز الأساسي دمشق، لا، أنتم عم تحاولوا تكونوا متنوعين بين المحافظات. تماماً. نحن حاليا منتشرين باغلب المحافظات، وبدايه نحن بننفذ 11 نوع من الانشطه، هي المسير والترحال، التسلق، الانزال، المخيمات، المبيت ليوم واحد،
نشاط الخيل، نشاط ركوب الخيل، وبالإضافة إلى النشاطات الجديدة اللي على مستوى سوريا هي البايك لاين، زيب لاين، سكاي بايك. نعم تمام. يعني علي كمان كابتن، خلينا نحكي عن موضوع اليوم، النشاطات اللي عم تكون بالمحافظات السورية، أي المحافظات السورية اللي كان فيها أبرز النشاطات الجديدة؟ هلا فعليا نحن كانتشارية فريق نحن موجودين ضمن 8 محافظات فعليا بنظام 10 أفرع. الثمان محافظات هي سويدا، دمشق، ريف دمشق، حمص، حما، حلب، طرطوس اللاذقية. بالإضافة إنه هي بفرق بحما تحديدا في 3 افرع للفريق، محرده والوادي، لانه عطله هاي المناطق تحديدا هي يوم احد، فهذا الفرع بينفذ نشاطاته يوم احد، بالاضافه لفرع سلميه. طبعا النشاطات من ناحيه الانتشاريه نحن بننفذ بكل المحافظات، حاليا نفذنا ب7 محافظات، ونحن بنطمح انه ندخل لكل منطقه امنا جيشنا العربي السوري لحتى ندخل عليها. نعم. ونشجع العالم انه هي تزورها وتطلع عليها. طيب هاشم، خلينا نحكي يمكن عن الدمج اللي بتقوموا فيه خلال نشاطاتكم بين الشباب من المحافظات السورية، وتعريف السوريين بالمناطق الجميلة الموجودة في سوريا، لأنه في مناطق فعلا جدا جميلة بتتفاجأ. يعني في كثير ناس بتشوف هاي المشاهد تقول لك هي عندنا بالبلد عندنا أجمل. نفس هذا السؤال كثير بتكرر. يعني نحن عندنا لا يمكن من أكثر من البلدان فيها مناطق سياحية جميلة، بس المشكلة يمكن ما كثير الناس بتعرفها. تماما. هلا هي أكثر النشاطات اللي بصير فيها دمج بين المشتركين هي نشاطات المشي والترحال. تمام. والمسر هي من أكثر النشاطات المرغوبة عندنا بالبلد لسهولة تنفيذها. حتى أنا كثير بيجيني مثلا أسئلة إنه عن جد هذا الموقع موجود عندنا بسوريا؟ يعني كثير بينبسطوا فيه العالم، بيلاقوا بيستغربوا بهالمناظر الحلوة. يعني حتى نحن بنسلط الضوء، يعني هي أهمية هالنشاطات بتسليط الأضواء على هالمناطق الحلوة عندنا بسوريا. نعم. كابتن علي، يعني مثل هيك نشاطات بحاجة يمكن لمدربين خبراء عندهم مهارات طبية أو إدارية. خلينا نحكي اليوم عن باقي تشكيلة الفريق والمهارات اللي عم يتمتعوا فيها. هلا بداية الفريق بحكم أنه نظام أفرع، هذا النظام الأفرع متداخل فيها نظام الفرق المصغرة. نحن الفريق مقسم ل7 فرق مصغرة، الفريق الإداري اللي هو بيشمل إدارة الفريق واللي هن بيشمل قادة الأفرع وقادة الفرق الطبية والميديا والإعلامي وإلى ما إلى ذلك. عندك أنت فريق الدراجين مسؤول عن أنشطة الدراجات بكل سوريا، مبادرة رايدرز يلي هي رح تكون عبارة عن مسير دراجات بقلب المدينة للتشجيع على ركوب الدراجة الهوائية كوسيلة بيئية نظيفة ورياضية للناس، لنرغب الناس فيها. وبالنسبة كمان عندنا الفريق الطبي اللي هو مسؤول عن حالات الإخلاء وحالات الإسعاف الأولي وحالات تأمين الدعم الطبي للكادر، بالإضافة للفريق الإعلامي اللي هو مسؤول عن متابعة وإنشاء المحتوى الخاص بصفحات الفريق على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب، فيسبوك. بالإضافة عندنا الفريق التنظيمي اللي هو بينظم ما قبل النشاط وبينفذ خطة العمل الخاصة بالفريق ضمن النشاط. عندنا الفريق الاستكشافي اللي هو نخبة الكادر عندنا، هذا الكادر كتير بيكون مدرب ومجهز بكل المعدات، هو مهمته رسم المسارات، تجهيز الخطوط، تجهيز مواقع الأنشطة مثل المخيمات، تركيب المخيمات لحتى نستقبل نحن ككادر فريق نستقبل مشتركينا. بالإضافة لكادر الميديا اللي هو مهمته توثيق الأنشطة من فوتو فيديو زائد التصميم الديزاينات الخاصة بالأنشطة بالإيفنتات اللي بنعلم من خلالها على نشاطاتنا، وبالإضافة إلى المونتاج اللي بيصممون يعني بمنجو الفيديوهات. وعندنا بالإضافة إلى منسق السوشيال ميديا اللي هو بينشئ محتوى الإبداعي اللي نحن بنقدم فيه نشاطاتنا من صياغة بوستات وتقديم صور ومواعيد وتنسيق مواعيد تنزيل البوستات. طيب يمكن أغلب نشاطاتكم وأجملها هي النشاط اللي بتتعلق بالمشي والترحال واكتساب المهارات، مثل هيك ظروف مناخية عم نشوف مثلا ثلج وبرد وسقعة، كيف بيتم استثمار هيدا النشاط ضمن هيدا المناخ؟ تماما. هلا بداية نحن كفريق نحن عنا مجموعة من الشباب خبرات طقس، هن هوايتهم ومحبهم لهذا المجال، هن متخصصين بهذا الموضوع، مفرز لهم مهمة انه هن يتابعوا حالة الطقس بشكل دائم ضمن الأنشطة. طبعا كل نشاط له موسم، يعني الثلج له موسم، البحر له موسم، فنحن هاي النشاطات اسمين نشاطات تماما. نحن مثلا على سبيل المثال معروف انه الشهر الأول ولا حتى نص الشهر الثاني
يعني هني نشاطات التلج بتكون بأوجه، يعني سواء بالمناطق جبال الساحل في كان حال تلج قوي، يعني وبتعرفوا لأنه جبال الساحل ما بينزل عليها تلج كتير، مثلا مثل سلسلة القلمون مثل بلودان مثلا. صحيح. فنحن هذا الشيء مثلا النشاطات البحرية بتكون محصورة بالساحل، بنجهز مخيمات بحرية دائمة، خصوصا أنه الفريق عنده حاليا خطة لتأمين. جميل هذا التنوع، يعني بتشمل جميع النشاطات، يمكن تماماً. فئات عمرية مهمة تماماً خلال تماماً. هذا النشاط. هلأ أكثر فئات عمرية عم نستهدفها نحن حاليا هن الفئة ما بين 18 للأربعين سنة أكثر شيء، لأنه هنن يعني بيكونوا الشباب، وحتى نحن هذا الشيء ما بيمنعنا إنه إحنا عم نستقبل الأعمار الأكبر، بس هو نحن الغاية والتركيز على هذا الموضوع إنه الشباب هنن اللي عندهم بيضل عندهم الطاقة بشكل أكبر وبيضل عندهم تفاعل أكبر، فنحن دائما نحن بيكون يعني التوجيه الطاقة الأساسية اللي عندهم، يعني توجه الإرادة بطريقة تماما سليمة وصحيحة، حيث إنه نحن لأنه هنن يعني انتشار الأنشطة يعني ومثل ما أقول توسعه بيكون بدايته من عند هدول الشباب، لانه هن بيحبوا هالاجواء، فلهيك نحن دائما تركيزنا دائما عليهم. وبعد ذلك نحن يعني بصراحه نحن كثير بننبسط لما بنشوف مثلا شخص عمره 50 سنه طالع معنا مثلا مسير وعم ننفذ انزالات عن جروف صخريه، طالع مثلا على سبيل المثال يخيم معنا يومين يعيش هاي الاجواء، بالعكس نحن بنحسه انه هو عم يجدد شبابه، ونحن بنتبارك بهيك شخص لانه هو فعلا عم يعطي صوره حلوه حتى عن الكبار بالعمر. يعني صحيح صحيح. يعني كابتن هاشم خلينا كمان نحكي مع حالة التفاعل مع الناس على السوشيال ميديا، كيف عم تلاقوا تقبل الناس لهي النشاطات، حتى خلينا نحكي عن المقترحات اللي عم تكون للأنشطة الجديدة، هي عم تكون من الفريق ولا عم تاخذوا من آراء الناس، عم يطلبوا مثلا نشاطات معينة وانتم عم تنفذوها؟ تماما. هلا نحن بداية النشاطات اللي بنعملها اول شيء بنطرح هذا النشاط على المشتركين بعد دراسته، فبنشوف فيه تقبل كتير كبير له، فبنبلش نخطط له وننفذ له، والعالم كتير بتنبسط فيه وقت تطلع. ف عن طريق بعد ما يتم التخطيط له عم بيكون عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا عن طريق السوشيال ميديا بيتم التخطيط، بيتم التخطيط وبيتم تحضير خطط شهريه بتخص هذا الموضوع، ونحن بننزل بوستات تحضيريه انه حضروا حالكم في هذا النشاط جاي قريبا، بعد ما العالم تتفاعل بالكومنتات وبال مثل ما بيقولوا بالتفاعل على الفيس او على التليجرام، نحن مباشره بنحضر حالنا، بنكون محضرين حالنا بنسبه 90%، هال 10% بتضل انه نحن لنعلن عن النشاط من خلال ايفنت رسمي مع التفاصيل كلياتها من خلال هذا حاله الإيفنت. التفاعل اساسا جميله، يعني اذا بيكون في تواصل بشكل دائم تعرف انت اساسا شو النشاطات اللي العالم بترغبها، شو طبعاً. النشاطات اللي العالم بتفضلها. بما انه بنحكي عن نشاطاتكم القادمه، خلينا نحكي عن جدول اعمالكم القادم. طبعا نحن عندنا روزنامه انشطه تتضمن كل أشهر السنة الموجودة، فلحنا هلأ عنا التركيز على نشاط سكاي بايك، هو نشاط جديد وفي تفاعل عليه كتير قوي وكتير عالم، مثل ما نفذنا كانت خطتنا ب 2019 هي خطة الزيبلاين، نشاطات الزيبلاين طلعنا عليها تقريبا مئات المشتركين، فهلأ خطتنا ب 2020 بشهر نيسان 4 رح ننفذ نشاط سكاي بايك، وإن شاء الله يكون هيك ينال إعجاب الجميع. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله بيكون التفاعل كتير عالي. يعني مثل ما ذكرت بمقدمة حديثك كتير في فرق كان فيها تعاونتوا معه، ولكن هلأ بعد يمكن ما صرتوا لحالكم عم تشتغلوا في حالة منافسة يمكن تكون بين الفرق الثانية، خلينا نحكي شو اللي بيميز فريقكم عن باقي الفرق، وكيف عم تلاقوا حالة يمكن التعاون أو التنافسية مع الفرق الثانية؟ هلأ هو أكيد أي مجال عمل بالحياة في تنافسية، طبعا في تنافسيه ايجابيه وفي تنافسيه سلبيه. التنافسيه الايجابيه هي انه نحن نقدم محتوى مميز للناس، وهذا الشيء اللي نحن كروح سوريا عم نسعى له. طبعا نحن كفريق بنتميز عن الفرق الثانيه يمكن بهاللي بثلاث نقاط اللي هي ثالوث القوه لمجال عملنا، اللي هي تنوع الانشطه، تنوع مثل ما بيقولوا تنوع المسارات، بالاضافه للانتشاريه الكبيره. فالفريق لما عم يامن هي الحاله الانتشاريه الكبيره وعم يعطي حاله انه نحن عم من اي مثلا جاي من حلب او جاي من حما او من
عم نقدم له كل مختلف انواع الانشطه، هذا الشيء عم يعطي تفاعل. طبعا هون في نقطه صغيره انه الفريق ما بينفذ نشاط موحد احيانا لكل المحافظات، في احيانا نشاط بيوجهه بشكل مخصص مثلا لمحافظه معينه. ليش؟ لانه مثلا ابن اللاذقيه اذا بده ينفذ نشاط بيرغب لانه يروح غير محافظته، بالنهايه هي مدينته ومنطقته، بيرغب انه مثلا يطلع على طرطوس، بيرغب انه يطلع على حمص، على وادي النصارى، يطلع على الشام، ما بيرغب مثلا انه ينفذ نشاط بمشقيته، بس ابن حلب بيرغب انه ينفذ بمشقيته. فنحن هون هاي النقطه كثير بنركز عليها، انه نحن بنشوف الحاله العامه تبع المحافظه هي شو رغبانه، حابين مثلا يطلعوا مثلا مخيم بالدريكيش مثلا بطرطوس، او يطلعوا على وادي النصارى، او يطلعوا على، فورا نحن بنتعاون وبنجهز. وطبعا هذا الشيء بيسهل علينا من خلال انتشاريتنا بكل المحافظات، كل الافرع بتساعد بعضها وبتستقبل بعضها وبتسهل امور بعضها، بحيث انه نحن بيصير تجهيز النشاطات بيصير بوتيره اسرع وبجهد عالي، وما بيصير عندنا ضياع. لانه مثلا ابن حلب ما بيكون مثلا بيعرف ابن مثلا طبيعه محافظه طرطوس، بس ابن طرطوس بيعرفها، بيسهل عليه مثلا الوصول للمنطقه. هو هذا الدمج الجميل بين المحافظات اللي عم يكون من خلال مثل ما قلنا بالبدايه تعريف مثلا على المناطق. ابن دمشق لازم يعرف منطقه الساحل، وابن الساحل لازم يشوف المناطق الاخرى. بالختام خلينا يمكن مثل ما قالت زميلتي نيرمين، في كثير من الفرق هلا عم نشوفها الشبابيه عم توثق مثلا كثير من المناطق الجميله في سوريا، عم يتم عمليه استكشافها بطريقه كمان شبابيه وجذابه. اي حدا حابب ينضم لكم، اي حدا حابب يشارككم هيدا المشروع، شو بتحبوا توجهوا له كلمه؟ بنوجه له كلمه انه هو يتشجع، هي اهم شيء، يتشجع لانه يشارك بهي الانشطه. سوريا حلوه، بلدنا كثير حلوه، بلدنا فيها كثير مناطق، كثير شغلات مميزه ما انا مكتشفه لحد الان، وحتى يعني اللي بيعرفها ابن المنطقه تحديدا، وحتى في ناس ما من اولاد المنطقه بس هن ما عم بيطلعوا على منطقتهم بحكم انه عندهم اشغال بمحافظه ثانيه هن ما بيعرفوها. انا بشجع الناس كلياتها انه تشارك بهي الانشطه، لانه مهم جدا انه نعرف نحن طبيعه بلدنا، وواجب نحن علينا كشباب سوري نضوي على هي الزوايا بالبلد لنعرف الناس انه عن جد نحن بلدنا عندنا ثروه كثير كبيره، ثروه طبيعيه نحافظ عليها ونشهرها قد ما فينا. يمكن الثروة الأكبر الموجودة في سوريا هي شبابها اللي كل يوم عم يفاجئنا خلال الأزمة. كثير من الفرق والجمعيات الشبابية فعلا كانت طبعا عصب الحياة وتحدد جميع الظروف. أكيد بدنا نوجه التحية يمكن نرمين لكل الشباب السوري اللي عم يشاهدنا. الله يسلمك يا رب. نور، دائما لما نروح على مناطق بالريف دائما نقول نتفاجئ بسحر الطبيعه وقديش هي طبيعه خام، وقديش مهم اليوم هي النشاطات يلي عم تعملوها نوع من الترفيه وتفريغ طاقات الشباب، ولا حتى مو بس الشباب مثل ما كنتوا عم تذكروا كل الفئات العمريه. بدنا نشكركم كثير الكابتن علي اسبر والكابتن هاشم القوادر، عرفنا من خلالكم على فريق روح سوريا. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه، وشكرا لكم، وشكرا لمتابعينكم، وان شاء الله مثل ما بيقولوا من ازدهار ودائما من الاعلى للاعلى. يعطيكم الف عافيه، يعطيكم العافيه، وشكرا للقناه الاخباريه. اكيد بنتمنى لكم التوفيق بخطواتكم القادمه، نوجه تحيه كبيره لكل كادر الفريق، والترحال القادم والاستكشاف لازم يكون معنا، بنتمنى لكم نروح معكم زياره، بتنورونا ان شاء الله. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم نرمين. بنبقى بعالم الرياضه، رياضه رفع الاثقال للوهله الاولى بنعتقد انه تقتصر فقط على اللاعبين الشباب لانه بتتطلب قوه بدنيه عاليه، لكن في نادي سلحب الرياضي الحالة يمكن نوعا ما مختلفة، لاعبات استطعنا أن يحققنا بصمة أنثوية وبقوة في البطولات المحلية والخارجية بهي الرياضة. التفاصيل أكثر مع مراسلنا علي شحود. رياضة رفع الأثقال للوهلة الأولى نعتقد أنها تقتصر على اللاعبين الشباب لأنها تتطلب قوة بدنية عالية، لكن في نادي سلحب الرياضي لاعبات استطعنا أن يحققنا بصمة أنثوية وبقوة في البطولات المحلية والخارجية في هذه الرياضة. شاركنا بمنتخب كامل 20 لاعب ولاعبي في البطولة العربية، أحرزنا 54 ميدالية ذهبية و47 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية. كان نصيب محافظة حما نادي سلحب لرفع الأثقال 52 ميدالية، 30 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و3 برونز، والحمد والشكر لله. شاركنا بسبع بنات، والسبع بنات كلهم أحرزوا المركز الأول، وفي منهم أحرزوا المركز الثاني، يعني المركز الأول من سوريا والمركز الثاني. سيطرة كانت تامة ومطلقة على مجريات البطولة الإنسوية.
شاركت ببطولة العرب بالأردن، حققت المركز الثاني. كان عندي منافسة قوي، منافساتي 7 منافسات، وأقوى المنافسين من الأردن والعراق والسعودي، ومنافستي السوري. حققت المركز الثاني بوزن 64، حركة الخطف عملت 66 خطف ونتر 81. شاركت بطولة العربي المقامة في الأردن على وزن 76، أحرزت 6 ميداليات، 3 ميداليات ذهب على فئة الشابات وثلاث ميداليات فضة على فئة السيدات، وكانت منافسة قوية. شاركت بالبطولة العربية بالأردن وزن 81، 3 ذهب و3 ذهب نتر و3 ذهب خطف وزن 81 شابات والسيدات، والحمد لله قدرنا نسيطر على الأوزان كلها، فئة الشابات والسيدات والناشئات للأوزان البنات. أول مشاركة خارجية لإلي كانت بتايلاند بال 2013، حققت المركز الرابع ببطولة آسيا للناشئين بوزن زائد 150. بعدين كملت تمرين بإشراف المدرب القدير محمد رشا. لعام 2017 حققت المركز الثاني ببطولة العرب رجال وشباب، والمركز الثاني ببطولة أفرو آسيوي. بالعام 2018 شاركت ببطولة آسيا وحققت المركز الثاني في فضية آسيا، فضية آسيا بأوزباكستان بمشاركة 32 دولة بوزن زائد 150. بعدين شاركت ببطولة العالم وطلع ترتيبي العام ببطولة العالم بأوزباكستان كمان ب 2018 بوزن زائد 150، طلع ترتيبي رابع نتر خطف وسادس بالمعام. اللاعب عندنا كصفحة بيضاء، انت بدك تنشئ الشيء اللي بدك اياه بهذا اللاعب. بدنا نحن نركز عملية التكنيك والحركة والقوة. بدي يكون أنا مهمتي بهي المرحلة بدي هيئ اللاعبين اللي بيجوا من الذكور والإناث لحتى يصير عندهم خبرة بحركة الأثقال بالتكنيك العالي وقوة التحمل. أوزان ثقيلة تتطلب قوة خاصة، رغم ذلك بقيت رياضة مفضلة للأعمار الصغيرة. فاليوم يوجد أكثر من 150 لاعب ولاعبة يمارسونها بدءا من عمر 5 سنوات ضمن تدريبات على تقنية الحركة بوسائل وأساليب مختلفة، والهدف إعداد لاعبين قادرين على تحقيق التميز في البطولات الرياضية. نورة، رح نبقى بريف حما يلي فيها آثار كتيرة بتعود لحقب تاريخية، واليوم بدنا نحكي عن خان السلطان الأثري الذي يعود تاريخ بنائه إلى العصر الروماني في ريف حما. تفاصيل عن هالخان بالتقرير التالي مع مراسلنا محي الدين فهد. على مساحة 100 متر مربع استثمرت قطعة الأرض التي بني عليها خان السلطان الأثري الذي يعود تاريخ بنائه إلى العصر الروماني في ريف حماة من خلال التنسيق مع مديرية الأثر والمتاحف. أقيم معرض فني ضم 350 لوحة تجسد تراث المنطقة وفلكلورها الشعبي ومختلف الحقب التاريخية التي مرت بها. هذا المكان هو عبارة عن عقد حجري رباعي من حجر البازلت، والحجر متواجد بمدينة سلمية مثل ما هو بيشبه كتير الحجر الموجود لسور سلمية، لسور سرايا سلمية، للحجر الموجود بقلعة شماميز. المكان هو عبارة عن اسمه الخان، يعني إلى حد ما يعني هو فندق سابقا كان المسافرين لما ينزلوا يجوا من مدن تانية باعتبار سلمية هي بوابة البادية، فهن يجوا ينزلوا بهالمكان هذا. هلا هو الشكل الحالي له هذا هو الجزء، هو البهو تبعه. هلا الجزء الثاني هو المنهدم، هو بيكمل طريق حمص بينتهي عند الجندول الحالي.
هذا المكان هو بيشبه كل الأمكنة اللي فيها حجارة من سلامية. المعرض الذي بدأت فكرة إقامته في خان السلطان سوف يتحول إلى معرض متنقل بين مدن ومحافظات سورية بهدف توسيع وتعميم هذه التجربة الفنية من أجل تجسيد أكبر عدد ممكن من رموز ومفردات التراث السوري. نرمين بننتقل من ريف حما لطرطوس، وفي ختام فعاليات مهرجان طرطوس الثقافي الثاني الذي تقيمه مديرية ثقافة طرطوس، أقامت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك بابودوريان حفلا فنيا على مسرح المركز الثقافي بالمدينة وسط حضور جماهيري كبير. التفاصيل مع مراسلنا محمد حسن في طرطوس. في ختام فعاليات مهرجان طرطوس الثقافي الثاني الذي تقيمه مديرية ثقافة طرطوس، أقامت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باكبودريان حفلاً فنياً على مسرح المركز الثقافي بمدينة طرطوس وسط حضور جماهيري. نحن سعيدين بوجودنا هون، نكون مع جمهور طرطوس ونقدم المقطوعات اللي نحن دائماً بنشتغلهم بنقدمهم بالشام، نكون نتشاركهم اليوم مع جمهور طرطوس. يعني فرصة منيحة لإلنا ولجمهورنا نتعرف على بعض، فإن شاء الله تكون فرصة سعيدة ونعيدها كمان مرات. الفرقة الوطنية السيمفونية هي للمرة الأولى في مدينة طرطوس وعلى هذا المسرح، كل هذا يؤكد أن في الوقت الذي يحقق أبطال جيشنا العربي السوري الانتصارات، الفعل الثقافي هو فعل رديف، ستبقى موسيقانا أقوى من رصاصهم وثقافتنا أقوى من إرهابهم. الفرقة قدمت خلال الحفل مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية والتراثية والكلاسيكية برؤية أوركسترالية، وتميزت الأمسية بمشاركة مغنية الأوبرا السورية الفنانة سوزان حداد بأداء منفرد مع الأوركسترا. رسالتنا انه نقدم شيء حلو يليق بهذا المهرجان ويليق بجمهور طرطوس، يكون ممتع ومفيد وينشر الثقافه الموسيقيه. ضروري كثير ننتقل من مكاننا اللي دائما يعني اعتدنا نعمل حفلات في دار الاوبرا، بس انه ضروري نكون متواجدين باكثر من مكان لنشر هالوعي والثقافه والموسيقى الكلاسيكيه تحديدا. يعني موسيقى تلامس الروح، تحفر في ذاكرة كل من حضر لتكون حافزاً للشباب بتعلم قيمة الإتقان والانضباط الفني الإبداعي. محطتنا التالية هي مميزة ورح نروح فيها لحلب ونستحضر من فن حلب الأصيل صوت برغم صغر سنين عمره، إلا أنه صوتها وضعها إلى جانب أسماء من كبار الفنانين في الزمن الأصيل. رود أبو عابد العمر 13 سنة، بدأت بالعزف من عمر 6 سنين وتعزف بطريقة أكاديمية سماعية. أكيد نرمين هي طالبة على آلة العود في المعهد العربي للموسيقى بحلب، معهد صباح فخري، حازت على الريادة في الطلائع على مستوى القطر في العزف على آلة الكمان الشرقي، وحصلت على جائزة أفضل أغنية وطنية في مهرجان أغنية الطفل برعاية منظمة طلائع البعث على مسرح دار الأوبرا بدمشق، وحصلت أيضا على الريادة على مستوى القطر في الغناء، وشاركت في مهرجان السائح الصغير. لنتعرف أكثر على رود أبو عابد ونسمع صوتها وموهبتها. خلونا نقلها بالحلبي شو بنقول.
ميت السلامة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين. من حلب الشهباء لدمشق الياسمين. اهلا وسهلا فيك. وانا اليوم كثير مبسوطه انه موجوده معكم. نحن مبسوطين فيك اكثر. ان شاء الله قد وقت حلو. أكيد أهلا وسهلا فيك يا رود. يعني نحن بالمقدمة أخذنا شوية معلومات عنك، لكن هيك حابين نسمع فورا شيء حلو، هيك تصبيحة للمشاهدين. هلا باعتبار نحن صبحنا بالورد فدا أغنية بدال الورد. يلا تفضل. جمالك انت، شو هالصوت الحلو. يمكن كثير بنشوفه من الاطفال بيختاروا واحدة من التنتين، يا غناء يا عزف. انت جمعتي الاثنين سوا، قديش فعلا بتحسي الفنان لما يعزف بيكون قادر انه يغني بطريقه مختلفه؟ هلا انا بحس انه العزف كثير مرتبط بالغناء. لما بلشت على قتل كمان، بعدين بعد قتل كمان صرت انه اسمع اغاني كثير، احفظ اغاني كثير، فحبيت انه اغني. بعد فترة لاحظت انه انا لازم انه ارافق الغناء بآلة، فاخترت آلة العود لاني آلة العود بقدر اغني واعزف. مشان ارافقها انه اترجم معنى الكلمات الاغنية باللحن بالعزف. بالعزف آلة العود. مشان هيك انه حبيت ارافق العود بنفس الوقت انه اكون بعزف على الكمان بشكل اكاديمي على نوطة، حتى الايقاع بصير معك بتضبط. قد عمرك؟ الإيقاع. 13. كل هاي وهالأكاديمية بالتفاصيل. بس تكبر شوي حيكون إن شاء الله اسمك لامع. رود، اسمك ارتبط رغم سنين عمرك بالفنانة الكبيرة أم كلثوم، شو السبب؟ بتحبي تغني لها كثير؟ هلا أنا بحب أغني كثير للسيدة أم كلثوم، حتى بتعلم منها وقفتها على المسرح، بحاول أحيانا أقلدها، حتى بحب ألحان الأغاني تبعتها، لحن ملحنين كبار مثل صنباطي، بليغ حمدي، زكريا أحمد، طبعا كلهم ملحنين كبار، وأنا بحب كثير ألحان أغانيها.
تعلمت منها الوقفة على المسرح، الغناء، بحب أغني. ممكن الأغاني ما بتلاقي صعبة يعني وحدة بعمرك ممكن الأغاني الصعبة أغاني بتلاقي في سميعة حتى الكبار هيك اللي بيسمعوا حتى كيسو. في أغاني بتاخد مني وقت كتير مثلا ممكن أغنية أضل 4 أسابيع بضل أغنية لحتى تصير إنه مثل ما أنا بدي إياها إنه تزبط حرفيا مثل ما أنت بتحسيها يعني بتحسي إنه بحاول أطبق نفس بس طبعا العرب بحب إنه أضيف بدي عرب كمان خلينا نشوف الإضافة مع العرب هلا بغنية كمان لا أم كلثوم رح نسمع هلا الأمل بسم الله يعني على هالمساحات صوتك هيك ملا الاستديو كلياته واكيد دخل قلبنا وقلوب كل المشاهدين خلينا نحكي عن كواليس حياتك مين شجعك انك انت تدرسي وتعزفي الموسيقى وخصوصا الفن الاصيل تهتمي بهذا النوع من الفن هلا والدتي هي شجعتني انه على الغناء هي كانت سمعني كثير للسيده ام كلثوم للسيد للفريق الموسيقار فريد الاطرش وعبد الوهاب انا كنت كثير احب اسمع لهم طبعا هي كانت المشجع الاول لي ايمتى اكتشفوا اهلك موهبتك بعمر 6 سنوات تقريبا كنت كثير بس احفظ اغنيه ل اول شيء كنت ابلش لفيروز ممكن لام كلثوم هدول اغاني بسيطه كانت هدول اغاني بسيطه بسيطه اي بعدين انتقلنا للا طيب ف
الرفاهيه كان انه الجو المحيط فيني هو انه كان معلقني بالطرب اصيل. حتى انا بغني اغاني حديثه بس انه بحب يعني انه ما انه بعارض الاغاني الحديثه، لا بالعكس بغني وبحفظ انه بحفظ الاغاني الحديثه بنفس الوقت الاغاني الطرب الاصيل القديمه. بس انت اخذه لك خط معين هيدي الشخصيه مع الاغاني القديمه مع الصوت الأغاني. ايه مع الصوت والنبره والتنقل بالمقامات الغنائيه مثل حتى نور عم تحاول تدرس الشخصيه والوقفه كانت عم تقول لك صحيح يعني. هيدا الشيء اللي يمكن مختلف عند امل. حتى مثلا مره كان حفله تنكريه بالمدرسه تنكرت زي ام كلثوم. حققتي حلمك. هيك يعني كنت دائما انه بس بحس خطوتي. ان شاء الله يا رب هيك بنشوفك على اهم المسارح في دمشق والقاهره والوطن العربي. خلينا نحكي عن مشاركاتك رود بالكثير من الحفلات ومنا بحلب وبكثير من المحافظات ومع فنانين كمان، خلينا نحكي عن هي المشاركات. هلا انا شاركت بعده مهرجانات على مسارح مثل مسرح نقابة الفنانين، مسرح دار الكتب ومسرح المركزي، كانت كلها مشاركات حلوه وانا بفتخر فيها طبعا. اما بالنسبه للفنانين فالتقيت بالفنانه ميادة الحناوي. طبعا ست ميادة الحناوي هي عملاقه يعني هي مع عملاقة الفن تعتبر عنا. هي امرأة عظيمة قدمت شيء كثير حلو. ست ميادة اكيد نوجه لها تحية لأنه هي من أهم الفنانات طبعاً. السوريات والعربيات ونحن بنعتز وبنفتخر دائما فيها. وأنا دائما كمان بحب أحفظ لها، بحب أغني لها، بحب هي كمان وجهت لي ملاحظات أنا التقيت فيها لست ميادة الحناوي، غنيت لها وحبت صوتي وأسندت. شو قالت لك؟ هلا هي قالت لي انه انت لازم تتدربي اكثر، حتى اعطتني تعليمات ما بس تشربي مي بارده. انه هيك تعليمات هي بسيطه بس عن جد انه بتعطي كثير انه لها ايجابيات كثير. وانا كلهم عم بحاول انه انفذهم يعني وهيك. رود بتحبي تسمعينا شيء للفنانه الكبيره ميادة الحناوي؟ كونه كنا عم نحكي عنها. ايه يلا. كنا عم نشوف صورك معها كمان على الشاشه. أنا بعشقك أنا كلي لك أنا بعشقك أنا كلي لك أنا 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 يا من ملك روحي بهواك روحي بهواك الأمر لك طول الحياة طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك بالماضي لك وبكرة لك وبعده لك نفس هادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبيني ولا انكتب على القلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول يا ملك. الله تسلم هالصوت عن جد هيك اعطت فرحه مش فقط للاستديو هيك وبقلوبنا شعور عم يغنوا معك الكل باذننا بس صوتكم مو مثل رود اليوم يعني. خلينا نحكي رود تم انتخابك كسفيره للطفوله في البرلمان الدولي وحستي على الرياده على مستوى القطر في الغناء، احكي لنا عن فكره البرلمان وقديش جميل تكوني سفيره للطفوله في هلا البرلمان كان مشاركه كثير حلوه لإلي. أنا شاركت عن طريق الموقع التواصل الاجتماعي قدمت عليه رشحوني كسفيرة الطفولة نجحت فيه طبعا كان يوم حلو يعني وبعثوا لي جوائز ومثل شهادات
أما بالنسبة للرياضة فأنا حست لسنتين متتاليتين على مستوى القطر. أول سنة كانت بيئات كمان، ثاني سنة في الغناء أخذت وسامة رياضة وشهادات تقدير، وطبعاً أنا شاركت عن طريق طلائع البعث. أما بالنسبة لأغنية جئناك يا وطن، الأغنية الوطنية قدم ليها أستاذ شادي نجار، بوجه له التحية. كلمات أستاذ جوزيف شماس قدموا ليها في طلائع البعث، طبعاً بوجه له تحية كتير كبيرة وبشكر إنه كل شيء قدموا ليها. رود، يعني لما نحكي عن الإنجازات رغم سنينك الصغار ولكن هن كتار، خلينا نحكي معك على المستقبل، شو مخططة، كيف بتشوفي حالك بعد سنين معينة، شو حبيت تعملي؟ هلا أنا بعد سنين معينة أنا بحب أضل مع بالعزف وبالغناء وبنفس الوقت أمشي دراستي معهم. بحاول إنه اثنين أوفق بيناتهم، ما أستغني عن ولا واحدة منهم لأني بحس كل واحدة متكاملة للثانية. ممكن أكون مثلاً شوي إنه متنازقة شوي بالدراسة، بعزف برفه شوي عن نفسي، إنه مالي مشتية أعزف ممكن أسلي حالي إنه أقعد أركز بالدراسة، إنه حتى لما بكون أنا مذاكرات ممكن أفصل شوي وقت لما أكون عندي شوي وقت فراغ بعزف بغني. هلا الواضح إنه ما بينخاف عليكي بكل هالتفاصيل قسم الله عليكي، لأنه أنت يعني متعددة المواهب وعم تعملي وتشاركي بنشاطات مو فقط في حلب، في المحافظات السورية بدعم من والدتك، بدنا نوجه لها أكيد تحية. بس خلينا نسمع منك شيء، كنتي محضرة شيء لفريد الأطرش ولا لمين؟ ايه اسمعي، يوم المساحة كلها إلك، غني لنا قد ما بدك. سلم هلا صوت رود، وسلم هالأنامل كمان. خلينا نحكي هلا بكثير، يمكن احنا صرنا عم نشوف مواهب سورية عم تروح على برامج معينة لتبرز موهبتها، بتحسي انه انت بحاجة لهي الخطوة مستقبلا؟ هلا انا الخطوة بحسها مهمة بس بالوقت المناسب. مثلا ممكن واحد يطلع هنيك يقدم ينجح بأول فترة، بس هي الشغلة كمان نجاح. ممكن الواحد ينجح بس بده استمرار. مثل الواحد نجح ممكن ما يطور حاله، فأنا عم بحاول إنه مهما كان أخذ أدرس لحتى لما أوصل لهنيك. حتى برامج اللي متعلقة بالأطفال، في برامج كمان غنائية متعلقة بالأطفال، ممكن يعني حسب سنك ولا لا مأجلي هي الخطوة لبعدين؟ أنا بحب هالخطوة أكون متأكدة إنه أكون محضرة حالي لكل شيء، كموسيقى، كإنه الأغنية أكون حضرتها منيح، عشان إذا مثلا أي شيء صار إنه أنا أكون عارفاني حالي إنه أنا حافظان، يعني إنه ما إنه الشغلة إنه أنا إنه عملت اللي علي. هاي المواهب ممكن مهمة ممكن تشر، بس بنفس الوقت لازم الواحد يضلها بيستمر بالعزف وبالغناء، ما انه مثلا نجاح يأهمل وهيك. الشغلة نضل انه عم نتابع وندرس فيها. نعم. رود، خلينا نحكي عن كان في لك يمكن مشاركة بفيديو كليب، خلينا نحكي عن مشاركاتك المستقبلية سريعا، وبدنا نختم سريعا بغنية لحلب.
بمشاركتي بفيديو كليب كانت كتير حلوة، تعلمت شغلات حلوة كتير، ابتسامة مثلا بالفيديو كليب، طريقة الغناء، تطبيق صوت الغناء على في يعني فيديو كليب حتى كان انه متعب بالنسبة لأنه أخذ وقت كتير وتعب كتير لحتى طلع هيك انه بهالنتيجة الحلوة، وإن شاء الله يكون نال إعجاب العالم. أكيد خلينا نسمع منك بالختام غنية لحلب الشهباء اللي فعلا فيها نخبة من الفنانين بنعتز فيهم. أول شيء أنا كتير بفتخر إنه أنا من حلب، وبوجه تحية للجيش العربي السوري اللي نحن هلأ عم ننتصر بحلب، وحلب الحضارة، حلب الطرب. أنا يعني حلب هي منبع الحضارة والطرب. خلينا نسمع شيء لحلب. طابت ليالي الهنا وغنى الوتر على أبو عابد. نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع محطاتك القادمة، إن شاء الله بنشوفك على أهم مسارح العالم. شكرا كثير لك. عفوا. رودة أبو عابد، الكل رح يتذكر هذا الاسم. شكرا كثير لكل هذا الوجود والحلقة اللي اليوم زينتي فيه صباحنا. أهلا وسهلا فيك. وأنا اليوم كثير مبسوطة أنه موجودة بالإخبارية السورية، وطبعا معكم مع المذيعين اللي حبيت كثير تقديمكم وبتشكركم. أهلا وسهلا فيكي نورة. دقت الساعة 10 وصار الوقت لنروح على غرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلنا علي معلا. يسعد صباحك علي. صباح الخير لك نيرمين ولنور ولضيفتكم الكريمة. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. استكملت وحدة من الجيش العربي السوري تأمين الطريق الدولي حلب دمشق بالكامل مرورا بإدلب وحماة. مراسل الإخبارية ذكر أن وحدات الجيش وبعد تأمينها الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب دمشق تمكنت من تأمين جانبي الطريق الدولي ولا سيما المنطقة المتبقية بالقرب من مدخل حلب الغربي. يأتي ذلك بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في المنطقة ودحرهم منها.
كما استهدفت وحدة من الجيش تجمعات الإرهابيين في مناطق حريتان وعندان حيان قبتان الجبل في ريف حلب الشمالي والغربي. وتواصل وحدات الجيش عملياتها العسكرية ضد إرهابي جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المتحالفة معه في الريف الغربي لمحافظة حلب على محاور عدة باتجاه أورم الكبرى ومحيطها. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري عن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة حربية من نوع توريندو تابعة لسلاح أو لتحالف العدوان السعودي في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. العميد سريع قال إنه تم إسقاط الطائرة بينما كانت تقوم بمهام عدائية حيث تم إسقاطها بصاروخ أرض جو جو متطور. أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن السلم لن يتحقق في ليبيا قبل نزع سلاح المجموعات المسلحة ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي لأراضي ليبيا. حفتر قال لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات الميليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم مختلو تركيا المسعور في إشارة إلى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان. كشف رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن السلطات الكولومبية تقدم الدعم لجماعات من المرتزقة والإرهابيين بهدف إشعال الحرب ضد فنزويلا. وجدد مادورو دعوته سلطات بوغوتا لتطبيع العلاقات واستعادة كل القنوات السياسية والدبلوماسية بين البلدين شريطة أن يقوم ذلك على الاحترام المتبادل. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نيرمين ونور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي ونور، أكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير ومنطقة الغناء والحب على رود لوين؟ ننتقل لعلم الطاقة وفقرتنا الأخيرة لليوم، يمكن كثير بتهم الصبايا والشباب، في عالم كثير بتآمن بعلم الطاقة اليوم. أهالينا زمان كانوا يقولوا بالحب والمحبة بتقدروا تتحدوا أي شيء، وأي شيء بينعمل بالحب والمحبة بيكون وقعه أجمل وغير على حياتنا. أكيد نور، وفي أشخاص بيحبوا يكونوا محبوبين بين الناس ويكون لهم سحرهم الخاص، وهذا الشيء ما ممكن يكون غير من خلال نشر طاقة الحب والمحبة حسب علم الطاقة. حتى نتعرف أكثر على طاقة الحب والمحبة، كيف فينا ننشرها ونكون جزء فيها بظل مؤثرات الحياة اليومية والمعيشية اللي خلت كثير من الناس تنشر للأسف طاقة سلبية وتكون جزء منها بدون ما تحس. رح نحكي هذا الموضوع أكثر مع غاليا البغدادي. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك قلبي، تسلمي لي. يسعد صباحك غالية البغدادي، خبيرة في علم الطاقة. يمكن قلنا بالمقدمة وفعلا هيدا الحكي صحيح، كنا نسمعه من أهالينا، بالمحبة والحب نقدر نعمل كتير إشياء. بالمحبة والحب نحن فينا الأشياء بيكون إلى وقعها الخاص أكيد. لما تعمليها بكل صدق ومحبة، بس مثل ما قلنا بالمقدمة مع هاي الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة والضغوطات بتلاقي النفس يا حرام مقطوع والحالة السلبية مأسرة بشكل عام. بس قديش صحيح فعلا لما أنا أعمل شيء بحب له أثر كتير كبير. تمام، هلأ أكيد أثره كتير كبير علينا وعلى محيطنا حتى، بس بدنا نعرف شغلة، إنه أنت كل ما عطيتي حب لح يرجع لك الحب. بس نحن من بهالزمان على قد ما خف الحب الحقيقة أو خف إنه نحن نعطي شيء بحب، بتحسي ما عاد رجع لنا هذا الشيء، فما عاد حسيتي بالمحبة هي تبع زمان. يعني هلأ نحن إذا بدنا نحكي على الحب أو شو هو أو شو مفاهيمه، هو لشقين، هو عندك الشيء يلي الحب التعلق يلي أنت بتتعلقي فيه كتير، اللي هو بيكون الحلقة الأولى. كيف الحلقة الأولى؟ يعني زوجك، أمك، أبوك، أولادك، هذا الحب بتحسي زيادة عن اللزوم، وحتى في نوع من التعلق. الحب الثاني اللي هو بيكون الواجب، يعني أنت بتكوني مثلا بتحبي رفيقتك بالشغل، بتحبي مثلا جارتك، بتحبي رفقاتك بالعمل، هو هون بيكون هذا أنه واجب عندك. بس ما أنت بيكون عندك هي أنه أنا كتير متعلقة. ففي اختلاف بين الاثنين، بس أنا كيف بقى بعرف نسق ورتب أموري؟ أهم شيء بالحياة إنك أنت تحبي
بس بنفس الوقت تكوني محبوبة. يعني مو بس أنا بدي أحب وأعطي، لا، أنا كتير حلو أني أنا أكون بمحيطي شخص محبوب. يعني وين ما فتي يقولوا أنه عن جد بننبسط بقعدتها، بننبسط بوجودها، بننبسط. هاي شغلة كتير مهمة. غالية، يعني بموضوع الحب، مين فينا ما بيحب يكون محبوب؟ لكن نحكي عن موضوع كتير أساسي، يمكن نحن كتير ممكن مشاعر حب لكتير أشخاص حوالينا، لكن بنفقد للقدرة على التعبير أو بتسرقنا الحياة. قديش برأيك اليوم قلة التعبير عن الحب بمكانه الصحيح بيأثر على هاي الطاقة؟ أكيد بيأثر علينا كتير، بس نحن في عنا كمان شقين، عندك قلة التعبير وعندك التعبير لدرجة الوقاحة. كمان هي أنا ضدها تماما. يعني أنا لما أكون أني زيادة عم عبر أو بطريقة كتير يعني ما أنا صحيحة عم عبر تماما عن الحب، فهاد كمان غلط. يعني شيء كمان بتحسي حالك أنك أنت مالك إنسان طبيعي، أو أنت عم بتمثلي الحالة. فأنا ليش ما عيش هاي الحالة مثل ما أنا بدي إياها؟ في كتير ناس دراما بتحسيهم، يعني إحنا بنسميهم بالحياة دراما. دراما تماما، يعني بيعطوك بكل تفصيل، بتحس الموقف ما انه مستاهل، في مبالغه برده الفعل او الفعل اللي بيقوموا فيه. تماما، وهذا الشيء بيعرفك انه هو هذا الشخص فاقد للحب. يعني عم بيتصرف هيك بهي المبالغه لانه هو هذا الشيء فاقده. يعني اي شخص بتحسي ببالغ كثير او بيعمل حركات هيك مبتذله او بيعمل لك هيك بروباغندا معينه انه انا حابب او كذا، هذا عرفي انه هو فاقد لهذا الشيء. لانه اللي بيحب ما في داعي، انا لما اكون حابه ما في داعي ورجي بهي الطريقه اللي كثير انه تمثيل او كثير اوفر او كثير بالغ بالموضوع. لا ابدا، الحب هو شيء خاص، واول حب واكبر حب هو لما تحبي حالك، لما تعطي حالك، هي اهم شغله. لان انت صدقيني اذا ما حبيتي حالك ما فيك تحبي، وحتى ما فيك تعرفي شو يعني حب. اول حب هو لازم تحبي حالك. يمكن يعني كثير من الناس تختلف معنا بهي النقطه، او حتى اهالينا او المحيط، انه حبي حالك بيقول لك لا، منح العطاء هو يعني تفضيل الاخر على نفسي. هي حالة الحب اللي بترتفعي فيها لحالة السمو نوعا ما الروحاني، اللي هي بتكون العلاقة فيها مختلفة تماما. بس انت اذا مالك حابة حالك ما فيكي تعطي. يعني انت اول شيء بدك تعرفي قيمة حالك. هلا شو يعني حب حالي؟ مو انه يعني انا تكون عندي تماما انه عالية، مو يعني انه انا مثلا شوف مثلا اي شيء انه الي خلص، مثلا اذا انا وابني بالبيت وزوجي، لا الشغلة الي انا، او مثلا يمكن لقمة اكل تكون موجودة، لا باكل انا هن بلا، لا هذا مو يعني تحبي حالك. لا، هون صرنا بأنانية. أما أنك تحبي حالك أنك تعطي قيمة لحالك، تعطي قيمة لذاتك، تهتمي بحالك، هي معناتها أنك تحبي حالك. هي الصورة الصحيحة. غالية، يعني امبارح كان عيد الحب والناس عبرت كتير عن هذا الموضوع، ولكن هو مو بس يوم. كيف اليوم فينا ننشر طاقة الحب حوالينا أكثر؟ تماما. هلا الحب او طاقه الحب مو يعني بس بين عشيقين، بين اثنين، لا، فيك تحبي رفيقتك، امك، ابوك. يعني الحب نحن ننشره تماما. يعني هي حاله كثير حلوه لما انت بتقولي انه انا بحبك او انا بحبك، مو بالحب اللي هو انه اثنين بس مع بعض، ولا بعدين انه ما بده عيد. يعني انا بلاقي انه الحب ما بده عيد، يعني احنا على طول لازم نكون نحب وننحب، نقدر هي الحالات. اما مو انه انا خلص كل الوقت عامل مشاكل مثلا مع اهلي، وهي الحاله انك تتذكري حبين بهيدا اليوم، ما له علاقه المحبه بحاله العشيق او الزوج. أكيد او في حاله انه بهيدا النهار بنتذكر كثير ناس، يمكن طبعاً الحياه بتسرقنا منهم، العمل بيسرقنا منهم، ممكن تعملي لفته جميله. صحيح. بس قديش فعلا اليوم بتلاقي شخص قادر يكون محبوب بين الناس، او يقدر ينشر طاقه الحب في ظل السلبيه اللي المحيط، يعني المحيط اللي حواليك مثلا، حتى هي حاله الحب او الحاله اللي بتنشريها او انت بتكوني، في ناس ما بتحبها او بتكسر لك اياها او بتحاول يمكن بتاثر نوعا صحيح. ما عليها. شوفي، في قواعد اساسيه لحتى انا اكون شخص محبوب. يعني مو طبيعي مثلا اذا انا فت على مكان مثلا شفتك اليوم طالعه قمر حلو، قلت لا ما طالعه حلوه، في هيك عندك، طب هلا انت ما حتحبيني. لا، بتكوني طالعه كثير حلوه بس لو عملتي هي عرفتي، بس لو انت عم عرفتي. طب انا ليش؟ طب هلا انا لما بدي احكي بهي الطريقه حكون شخص محبوب؟ اكيد لا. لما مثلا انا بدي مثلا انت جاي عم تحكيني موضوع، انت مزعوجه من موضوع، عم تحكيني موضوع كثير مهم، وانا حامله الموبايل، انت عم تحكيني ايه ماشي ايه. طب انا بتطلعي بتقولي يا ريتني ما قلت لها من الاساس. يعني في مواقف بتمرق معك انت بتصير الشخص ما بتحسي محبوب، ولا بيكون هو محبوب بين محيطه، وما بيشوف نفسه. هي كمان لسه نقطه اكبر. تماما. فانا اهم شغله هي، اهم شغله الابتسامه، هي مفاتيح للحب. يعني انت لما بتقولي بتصبحي بطريقه، بتكوني مبتسمه مجرد ما فتحتي بابك وهيك طلعتي باشراقه وكنتي مبتسمه، هذا اول مفاتيح الحب. الشيء الثاني، لما انا بدي احكي مع شخص انا بحط عيني بعينه.
يعني مو انا هو عم بحاكيني وانا متجاهله انه اي الله شو اي كمل اي ما بيصير هذا الشيء. كمان هذا الشيء بيعمل مثلاً. تماما بيعمل نفور. الشيء الثاني نبره الصوت لما انا بدي احكي. انا ما بصير احكي مع شخص بطريقه الامر ولو شو ما كان الوضع. يعني على طول انا بقول اذا بتريدي اذا سمحتي اذا يعني لو مين ما كان حتى لابني الصغير انا بعلمه اما إيه لا اجيب هيك يلا إيه ابني الصغير بينفر يعني لدرجه انه نحن ابننا الصغير لا تحط ايدك هون بالخناق او عم تامري امر للجكاره بصير بده يحط ايده. فشوفي لغه الامر قد ايه صعبه. ففي شغلات نحن بنعملها بالفعل بنكره الناس فينا اما نحن لو بس هي فعلا الكلمه الطيبه الى وقع على الناس هي نقطه كثير مهمه أكيد. لانه الحاله الصحيه مثل ما قلتي بالبدايه احكي بحب بتاخذ حب. انا بقول انه مش بالضروره الاخر يكون متصرف معك صح انت تصرف صح وكون مرتاح تمام. فالكلمه الطيبه مثل ما قلتي والابتسامه يمكن لها تاثيرها على كثير من حياتنا اليوميه ومن المحيط صح. اكيد طبعا. يعني انت لما بتكوني عم تحكي مع شخص بحب نوادر اللي بيجيك يمكن انه شخص لا هيك بحب انه يعمل مشكله انه لا انا كنت هيك عم تحكي بده يحكي بالعكس بس هدول نوادر. بس نحن على طول انا بقول انه انا عامل الناس باخلاقي ما انزل لمستوى الناس. اذا كان حدا مثلا مستوى اقل بطريقه الكلام ما عم بحكي بطريقه الكلام او هو سلبي انا ما بنزل لسلبيته لا انا بالعكس بحاول ارفعه لعندي لان انت كل ما عملتي منيح كل ما هو زبط طريقه معاملته معي صحيح. غالي خلينا نحكي كمان بموضوع طاقة الحب قديش هو لازم يكون بعيد عن المظاهر. يعني أنا ونور منحب بعضنا كتير ورفقات كتير بس بيجي حدا بيقول لك أنه مو مبين عليكم أو مثلا كتير شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي طريقة التعبير بين الرفقات بين الأزواج هي عم تكون بس شو الهدية والصورة تماما. هلا هذا الموضوع انا بلاقي حريه شخصيه يعني انت حره تعبري عن حالك مو بس بالحب باي شيء انت بدك انت حره التعبير حره تظهري حالك او تعبري عن حالك بالطريقه يلي انت بتكوني مرتاحه فيها مو بالضروره لاني انا عم شوف على الفيس انه هن عم بيقدموا هدايا وفخمه لازم انا اعبر بهي الطريقه ليه لحتى اثبت للشخص الثاني اني انا بحبه لا انا بعبر بالطريقه يلي أنا قدرتي الماديه ما تكون قدراني حتى يمكن ورده ما تكون قدراني انا اجيبها بس طريقتي او الكلمه اللي انا بتطلع مني من القلب هي احلى من 100 كادو بيجيني. فانا بدي انتبه لطريقتي انا كيف بدي اعبر عن حالي بالطريقه يلي بتناسبني ويلي انا بحبها. ويمكن غاليه استنادا لحكينا من البدايه قديش الشخص يمكن طريقة تعامله ولطفه مع الآخر بيفرض وجوده عليك. في كتير من الشخصيات يمكن بمحيطنا بالعمل بنقول يا الله هذا الشخص شو حباب شو لطيف. ذكرت زميلتنا سناء محمود بنوجه لها تحية ما بنذكرها إلا ما بنقول يا الله البنت شو لطيفة يا الله البنت مش شو رأي شخص إجماع المحيط العمل كله على هذا الشخص. ففعلا قديش أخلاقك وطيبتك ومحبتك بتنعكس من خلال تصرفاتك أكيد طبعا. وبتتركي بصمة بالحياة يعني أهم شيء انك انت ما تمرقي بالحياه هيك بس انه انا مرقت وخلص لا حلو انه يكون لك بصمه حلو انك على طول تنذكري بشيء يكون كثير حلو. يعني شوفي هلا انت ذكرتي شخص معين بطريقه حتى وشك او عيونك تغير بتعطيني ايه بتعطيني حاله من السعاده حدا مثلا انه اكيد ما هتذكري لا انا بذكرهم كلهم بمحبه وفرفن انه يكون حدا مثلا نوعا ما مزعج لانه اللي بحبهم قد الدنيا تماما. فاكيد بيكون حدا مثلا اذا بتتذكري حدا مزعج حتى ملامح وشك بتتغير صدقيني الطاقة السلبية تبع الشخص بتنوجد فورا مجرد ما ذكرتي ونفس الشيء الإيجابية. فنحن ليش ما نكون إيجابيين وبالفعل نغير لو نذكر اسمنا نغير من ملامح الأشخاص اللي قاعدين يعني مثل ما تغيرتوا هلا هيك بإشراقة لما ذكرت هالإنسان. فكتير حلو هذا الشعور. نعم. غالية بالوقت المتبقي خلينا نقدم شوية نصائح للمشاهدين اليوم كيف فينا نفعل هاي الطاقة الحلوة بين كل الأشخاص تماما. هلا اهم شغله انه اعطي من قلبي واعطي الشيء اللي بيناسبني ما بالغ بالشيء اعطي الشيء اللي انا بحس حالي اني انا مرتاحه فيه. والشغله الثانيه عن جد يعني بدنا نحاول قد ما فينا انه نبعد عن هالقصص. يعني انا مالي ليش انا لحتى اكون شخص مكروه يعني حاول انا جامل رفيقتي حاول احكي معها كلمه حلوه خصوصي لما بتكوني عم تحكي عن انجاز هي عملته فرحانه فيه ليش انا لازم اجي على طول شو عملتي يعني ان شاء الله فكري هذا انجاز انت ما عملت طب ليش انا ما شجع ليش انا ما اكون معها ليش انا ما احسسها بمحبتي. يعني نحن هدول القصص اللي عم تعمل لنا المشاكل بالحياه والكره. اما انا لما بكون على طول شخص ايجابي بالفاظي مع رفقاتي ومع محيطي بشكل عام بتحسي الحياه بالفعل
مرحلة كتير حلوة. أكيد الحياة حلوة لما يكون الشخص شايفها حلوة، هي مثل ما قلت يمكن طاقة الحب والمحبة بترجع على الأشخاص، وبالمحبة والحب والكلمة الطيبة يمكن الحياة بتكون أكيد مختلفة وإلى وقعة الخاص. نتشكرك خبيرة علم الطاقة غالية البغدادي على وجودك معنا، إن شاء الله يا رب هيك الحب والسلام يعم جميع أرجاء وطننا الحبيب سوريا. شكرا كثير لك حبيبتي، تسلمي لي. شكرا كثير لك غالية ولكل الطاقة الحلوة اللي دائما بتمنحينا اياها مع الابتسامة الجميلة، هي دغري بتنتشر تماما مثل ما عم تغني سلمى بإذني الحياة حلوة بس نفهمها. أكيد نتشكرك كثير غالية. نورة وصلنا لختام صباحنا، بدي أتمنى لك باقي نهار ظريف مليان طاقة حب. أكيد، وأنا كمان نيرمين بدي أتمنى لك بقية نهار حلو، وإن شاء الله يا رب هيك المحبة دائما تكون مرافقة دربك مع علم الطاقة والحب والمحبة. إن شاء الله يا رب هيك يكون السلام مزروع بقلوب كل الناس، والحب والمحبة تكون هي الرسالة الأسمى الموجودة بحياتنا. بالختام الحب الأجمل بنوجهه لرجال الجيش العربي السوري، منهم نتعلم الحب والتضحية والعطاء. رحلتنا الصباحية خلصت، إلى اللقاء. شكرا لك نورة. لكل مشاهدينا يا رب يكون باقي هذا اليوم مليان تفاصيل راحة نفسية وحتى مادية، وتكون كل الأبواب مفتوحة أمامكم. تذكروا أنه أبواب الفرج دائما راح تكون مفتوحة، وإن شاء الله طاقة الحب تكون مزينة دربكم. نلقاكم كل يوم بتمام 9 صباحا، تبقوا بألف خير. باي باي, باي. وبتضل عالي فوق.